بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون طريقة عمل شامبو طبيعي، هيكون البديل الطبيعي والآمن جدا للشامبوات الكيماوية، هيمنع تساقط الشعر وهيكثفه وكمان هيطوله، وهيكون الحل السحري لو شعرك جاف أو خشن أو هايش، لأنه بينعم الشعر جدا وكمان بيرطبه وبيعالج تقصف الشعر وبيحارب الشيب المبكر وبيعالج قشرة الرأس. الوصفة دي هتكون مزايا بلا حصر. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. أنا هحتاج للشاي الأخضر، وده بيكون شكله. طبعا نقدر نستخدم أوراق الشاي الأخضر بالشكل ده ونستخدم أكياس الشاي الأخضر حسب المتوفر عندك. لعمل الوصفة بقى أنا هحتاج لمعلقة كبيرة من الشاي الأخضر. هجيب بقى كده طبق وهبتدي بقى أضيف فيه معلقة من الشاي الأخضر. هضيف بقى دلوقتي على معلقه الشاي الاخضر ربع كوبايه من الميه المغليه. الميه دي مغليه وسخنه جدا. هضيف بقى كده ربع كوبايه الميه المغليه. بسم الله. هبتدي بس كده اخلط اوراق الشاي مع الميه. شايفين علشان الميه مغليه الشاي ابتدى ينزل كل خلاصته كده في الميه، بس كده هينزلها بطريقه صحيحه لان احنا مغليناهوش على النار، فيكون محتفظ بكل فوائده. هسيبه بقى بالشكل ده لمده 10 دقايق لغايه ما ينزل كل الخلاصه بتاعته كويس جدا في الميه. ده بيكون بقى شكل الشاي الاخضر بعد ما سبته لمده 10 دقايق، وهو دلوقتي بقى دافي او تقريبا بارد، يعني الشاي كده نزل كل خلاصته في الميه. هبتدي بقى دلوقتي اصفيه عشان انا محتاجه للميه بس. بفضل بقى اصفيها بالشكل ده، وبعد بقى ما بصفيها ممكن بقى ادقها او اطحنها في الخلاط وبحطها في منطقه حول العين، بتكون مفيده جدا للهالات السوداء. وده بيكون بقى شكل منقوع الشاي الاخضر بعد ما صفيته. المنقوع ده بيكون غني جدا بالفوائد، وفي نفس الوقت عملناه بطريقه صحيحه جدا، يعني هيكون محتفظ بكل فوائده. هحتاج لبذور الكتان، وده بيكون شكلها. بذور الكتان بتكون غنيه جدا بفيتامين اي، وكمان بتقلل من افراز الزيوت في فروه الراس، فهتساعد على زياده نمو الشعر، وكمان بتعالج الشعر التالف. كمان هي بتكون فعاله جدا في ترطيب الشعر وتنعيمه، وبتعالج تقصف الشعر وبتمنع تساقط الشعر نهائيا، وبتعالج قشره الراس، وكمان بتمنع ظهور الشيب المبكر. فوائدها بلا حصر للشعر. لعمل الوصفة بقى انا هحتاج لمعلقتين من بذور الكتان. اول خطوة بقى انا هغسل بذور الكتان عشان اتأكد من نظافتها. انا غسلت بقى كده بذور الكتان كويس وصفيتها. هضيف بقى عليهم كوباية وربع من المية المغلية. هبتدي بقى كده بإضافة المية. هقلب بقى بذور الكتان كده مع المية، وهسيب بقى بذور الكتان منقوع في المايه المغليه كده لمده ساعتين، وبعد كده نكمل. ده بيكون بقى شكل بذور الكتان بعد ما سبتها منقوعه في المايه لمده ساعتين. المايه طبعا بقت بارده، بس بذور الكتان بقت طريه جدا، وفي نفس الوقت ابتدت تقريبا تخرج جل بذور الكتان. هرفعها بقى دلوقتي على نار تكون هاديه جدا لمده دقيقه او دقيقتين، لغايه ما المايه دي تبتدي تغلي وتعمل رغوه بيضه، يعني يبتدي بقى يتكون جل بذور الكتان. بذور الكتان ابتدت بقى تغلي كده على النار، هسيبها لمدة دقيقة واحدة بس تغلي، وبعد كده هرفعها على طول من على النار. شايفين أول ما ابتدت تغلي على طول ابتدى يتكون جل بذور الكتان بالشكل ده، عشان احنا نقعناها قبل ما نرفعها على النار. أنا رفعت بقى بذور الكتان من على النار بعد ما غليت لمدة دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة مش أكتر من كده. شايفين بقى الجل اتكون بسرعة ازاي، كمان لونه بيكون فاتح. وبكده نكون عملنا جل بذور الكتان بطريقة صحيحة جدا، ويكون محتفظ بكل فوائده لأن أنا مغليتوش كتير على النار. هبتدي بقى دلوقتي أصفيه وهو سخن كده على طول قبل ما يتماسك. ممكن بقى اصفيه بمصفى سلك تكون ضيقه جدا، لكن الافضل بقى ان انا اصفيه بقطعه من القماش او الشاش، او حتى ممكن استخدم شراب نايلون يكون خفيف جدا عشان اعصر بقى جل بذور الكتان كويس جدا واستخلص كل كميه الجل من البذور. هبتدي بقى كده اصفيه. بسم الله. هضيف جزء بجزء يعني واصفيه. ده بيكون بقى شكل كل كميه جل بذور الكتان بعد ما صفيتها. شايفين الجل لونه فاتح جدا ونتيجته هايله. وبكده خلاص الجل بيكون جاهز. بعد بقى ما جهزت المكونات الرئيسية عندي في الوصفة، وهي منقوع الشاي الأخضر وجل بذور الكتان، هبتدي بقى دلوقتي في عمل الوصفة. المكون الأول عندي في الوصفة هيكون ربع كوباية من منقوع الشاي الأخضر. هبتدي بقى كده بإضافة ربع كوباية الشاي الأخضر. بسم الله. المكون التاني هتكون ربع كوباية من جل بذور الكتان،
والكمية اللي باقية من جل بذور الكتان بحطها في برطمان من الإزاز وبقفل عليها وبحتفظ بيها في التلاجة، بتكون صالحة للاستخدام لمدة شهر. هضيف بقى دلوقتي المكون التاني وهو ربع كوباية من جل بذور الكتان. المكون بقى اللي هضيفه بعد كده هيكون شامبو الأطفال، وشامبو الأطفال ده بيكون خفيف جدا على الشعر لأنه بيكون خالي من المواد الكيماوية الموجودة في الشامبوات العادية اللي احنا بنستخدمها. لعمل الوصفة انا هحتاج لمقدار ربع كوباية من شامبو الأطفال. هضيف بقى المكون التالت وهو ربع كوباية من شامبو الأطفال. باستخدام بقى المعلقة هخلط المكونات دي كويس جدا مع بعض لغاية ما تندمج تماما وتبقى خليط متجانس. كمان تقدري تحطيها في علبة وترجيها كويس جدا مع بعض، كل المكونات دي هتندمج بشكل أسرع وبطريقة أفضل. كمان هقلبهم بقى كويس. خلطت بقى كل المكونات كويس جدا مع بعض، كمان تقدري تخلطيها بالمضرب اليدوي، ده بيكون بقى شكلها شايفين قوامه زي الشامبو بالظبط، مش بيكون سائل ومش بيكون صلب، كمان الرغوة فيه حلوة جدا. وبكده خلاص الشامبو بيكون جاهز، وده بيكون بقى الشكل النهائي للشامبو. كده خلاص الشامبو بيكون جاهز للاستخدام، بيفضل صالح للاستخدام لغاية ما بتخلص الكمية كلها. كمان بتحتفظي بيه عادي خارج التلاجة، ممكن تحطيه في الحمام وتفضلي بقى تستخدميه لغاية ما بتخلص الكمية كلها، بس يفضل ان انا اعمل كمية صغيرة قد اللي انا عملتها واجددها بانتظام، ده بيكون افضل عشان احافظ برضو على صلاحية وفعالية المكونات. نيجي بقى لطريقة الاستخدام. الشامبو ده انت بتستخدميه نفس طريقة استخدامك للشامبو العادي، الفرق الوحيد بس ان انت بتحطيه على الشعر وتسيبيه لمدة 3 او 4 دقائق، يعني بتدلكي بيه فروة الراس وتسيبيه بقى على الشعر لمدة 3 او 4 دقائق عشان شعرك يستفيد كويس جدا بكل مكوناته. كمان الشامبو ده كل مكوناته بتكون طبيعية وامنة جدا في الاستخدام، فمفيش اي قلق من ان انت تسيبيه على الشعر لمدة 3 او 4 دقائق عشان شعرك يستفيد كويس جدا بكل مكوناته. بعد كده تغسلي شعرك عادي لغاية ما تتخلصي من الشامبو تماما. هتداومي بقى على استخدام الشامبو بنفس الطريقة دي على الشعر من 2 لـ3 مرات اسبوعيا او حسب طبيعة شعرك، ومع المداومة والانتظام على استخدامه نتائجه هتكون هايلة. الشامبو ده نتائجه بتكون فعالة جدا في منع تساقط الشعر وتكثيفه واطالته مع مداومة استخدامه، ومع الاستخدام الاول ان شاء الله هتلاحظي ترطيب ونعومة هايلة في شعرك، وكل بقى ما هتستخدميه لمدة اطول كل ما هتلاحظي الفرق في الشعر. هتلاحظي بقى ان هو بيمنع تساقط الشعر نهائيا، كمان بيقوي بصيلات الشعر وهيزود طوله وبيكثف الشعر جدا، وكمان هيكون مفيد لشعر الاطفال، يعني بيكون امن جدا في الاستخدام لشعر الاطفال، هيعمل على ترطيب الشعر واطالته وهينعمه جدا، وبيكون فعال في القضاء على قشره الراس نهائيا، وبيحارب الشيب المبكر، كمان بيعالج الحكه والتهابات فروه الراس. ولو شعرك بقى جاف او خشن او هايش، الشامبو ده هيكون الحل السحري لترطيب وتنعيم الشعر، وهيدي لشعرك ترطيب ولمعان ونعومه هايله. الشامبو ده بتكون مكوناته طبيعيه وامنه جدا في الاستخدام، وكمان بتكون فعالة ومفيدة جدا للشعر، فهيكون البديل الطبيعي والآمن جدا للشامبوهات الكيماوية اللي احنا بنستخدمها. يبقى ده هيكون بديل طبيعي للشامبو، وفي نفس الوقت هتكون ليه نفس الرغوة برضو بس بمكونات طبيعية، هتكون آمنة جدا في الاستخدام ومفيدة للشعر. يبقى هنغسل الشعر وهيكون فيه رغوة، وفي نفس الوقت هنفيد الشعر جدا وهنعالج كل مشاكله. وأتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.